دعت وزارة الخارجية العراقية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تفعيل القرارات الدولية لمنع الجرائم الوحشية الصهيونية في قطاع غزة وعدم الاكتفاء بالاستنكارات والإدانات. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب أنه في غمرة احتفاء الأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك، شهر الصمود والانتصار، يتعرض شعبنا الفلسطيني الشقيق في غزة إلى هجمة شرسة من قبل الكيان الصهيوني، حيث تسببت هذه الهجمة بعشرات الشهداء ومئات الجرحى ورعب لمئات آلاف من المدنيين في القطاع وسط صمت متخاذل وغياب المواقف المسؤولة.